أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلغاء عملية إطلاق الصاروخ أرتمس 1 إلى القمر على أن يتم إطلاقه في القريب العاجل. وكانت الوكالة قد أعلنت إطلاق الصاروخ العملاق نحو القمر اليوم بعد أن تم إلغاء المحاولة الأولى يوم الاثنين الماضي بسبب مشاكل تقنية. وتتمثل مهمة أرتميس 1 في إطلاق كبسولة أوريون غير المأهولة في المدار حول القمر للتحقق من أن المركبة آمنة لرواد الفضاء المستقبليين. وبعد هذه المهمة الأولى ستنقل أرتميس 2 رواد فضاء إلى القمر عام 2024 دون أن تهبط على سطحه. وأول هبوط لمهمة مأهولة سيحصل لطاقم أرتميس 3 في عام 2025 على أقرب تقدير. وتسعى ناسا إلى إطلاق مهمة واحدة سنويا بعدها.